اللي كان المرحيم بيه بسم الجنة التحضيرية تفضل لي. السلام عليكم، مرحبا بكم أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسمي وباسم الزملاء في اللجنة التحضيرية نرحب بكل وبكم ونشكركم على تلبية الدعوة لحضور هذا الجمع العام المبارك الذي نرجو أن تكلل أشغاله بالنجاح وأن يشكل محطة فارقة في مسار القطاع الذي يعيش كما نعلم جميعا وضعا صعبا بات السكوت عنه غير مقبول، وأضحى التحرك ضروريا لكي ندافع عن حقوقنا كمقاولات صغيرة وناشئة ونعبر عن شغالاتنا وما يطوقنا من مشاكل ومعاناة في ظل غياب إطار تنظيمي خاص يعي ويدرك جيدا حقيقة ما نعيشه ويدافع عن مصالحنا ويوصل صوتنا إلى من يهمهم الأمر. أيها الحضور الكريم، إن اللجوء إلى خيار تأسيس اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى والناشئة كإطار تنظيمي للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية والمهنية لهذه المقاولات لم يأتي من فراغ ولا كان ضربا من الطرف، بل جاء كجواب واقعي ومدروس على وضع متأزم لا يمكن تجاوزه. جهدنا الآن هذا يتعلق بتأسيس اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، وكان من اللازم ولابد أن نعطي نظرة مبسطة أو مختصرة حول هذا القانون الأساسي. بالنسبة للتسمية أنتم تعلمونها، بالنسبة للأهداف، تهدف الجمعية إلى تمثيل المصالح المادية والمعنوية والمهنية للناشرين المنتمين إلى المقاولات الصحفية الصغرى والناشئة بالمغرب. يهدف القانون أيضا إلى تمكين الأعضاء المنخرطين في الجمعية من الظروف الملازمة والمناخ المواجه للارتقاء بالمقاولة الصحفية الصغرى والناشئة بالمغرب إلى مستقبل أفضل. أيضا هناك إرادة من أجل العمل من أجل حق الناشر مالك المقاولة الصغرى والناشئة في الاستفادة من الدعم العمومي المخصص للصحافة بشكل عادل وشفاف، وهذا هو الأهم. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لموقع لذوز أولا على الحضور والتغطية لهذا الحدث العام. اليوم كما تابعتم معنا كان الجمع العام لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ببلادنا، والتي تتخبط في مجموعة من المشاكل والإكراهات الوجودية، وبعد سنوات من التأمل في مصير هذه المقاولات كان لابد من التئام مجموعة من الزملاء الناشرين مدراء وأرباب المقاولات الصحفية الصغرى في بلادنا، والتي حددها مرسوم الدعم في المقاولة التي لا يتعدى عدد العاملين فيها 11 صحفيا فقط، فيما صنف باقي المقاولات الأخرى التي يتجاوز عدد العاملين بها من الصحفيين 11 فرضا اسمها بالمقاولات الاخرى. بالتالي من هنا جاءت الفكره في تاسيس هذا الاتحاد، هذا التنظيم الذي يراد منه ان يكون جسرا لخدمه المقاوله الصحفيه الصغرى في بلادنا والناشئه ايضا، ما دمنا قد حددنا في هذا في 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 القانون الاساسي لهذا التنظيم امكانيه الالتحاق بالعضوية في التنظيم في المقاولات التي لها سنة من التواجد في الساحة والعمل والاشتغال. من بين الأساسيات التي نريد الاشتغال عليها وهي الدفاع عن حق المقاولة الصحفية الصغرى والناشئة في الاستفادة من حقها في الدعم العمومي، نظرا لأن بات الأمر يفقد شيئا من الشفافية في السنوات الأخيرة كما بدأنا نلاحظ، والخوف كل الخوف من استمرار تعديل القوانين حتى قد نفاجأ في يوم من الأيام بإقصائنا ورمينا إلى الهامش، وهذا هو ما تحدثت عنه في بداية هذا التصريح بشأن الخطر أو التهديد الوجودي الذي يهدد وجود ومستقبل المقاولة الصحفية الصغرى والتي لها
طابع خاص ووضعت بصمتها في المشهد الإعلامي الوطني. نحاول أيضا الدفاع عن حق المقاولة الصحفية الصغرى في الاستفادة من حقها في الإعلانات الإدارية والقضائية، وعندما أقول حقها فهذا ليس مجرد رأي بل هو نابع من مرسوم صادر عن وزارة الاتصال في سنة 2016 أي منذ حوالي 8 سنوات، والذي يمنح للمقاولة الإلكترونية أو للجريدة الإلكترونية الحق في الحصول على الإعلانات الإدارية والقضائية، لكن هذا المرسوم لم يفعل إلى اليوم ونحن الآن في سنة 2024 ولا ندري لماذا. وهذه من الأمور التي سنحاول إن شاء الله التطرق لها وإيجاد حلول لها. خديجة عتاب الشريفة عادل مبارك رئيس الاتحاد، بعد تقديم ما يليق من فروض الطاعة والولاء للجناب الشريف اسمه الله أصالة عن نفسه وباسم كافة أعضاء الاتحاد والمنتسبين إليه، على امتداد جهاد مملكتكم الشريفة أن يجدد لمقام العالم الله الإعراب عن مشاعر المحبة الصادقة والتشبث بأهداف العرش العلوي المجيد. رؤساء المقاولات الصحفية الصغرى والناشئة اللي بدلوا واحد المجهود كبير وتيبدلوه يومياً في محاربة الإشاعة، محاربة الأخبار الزائفة، واللي هما تيقوموا يومياً بعمل مضني ولكن التمثيلية ديالهم ضعيفة والدعم منعدم، وحتى البطاقة ديال المهنية الآن ولا فيها مشاكل. حنا تنتمناو هذا الاتحاد يكون واحد الرافعة وواحد قوة اقتراحية بالنسبة للحكومة وبالنسبة للمسؤولين، لأن عندنا مجموعة ديال الأفكار اللي قابلة للطرح والحل. حنا واحد مجموعة ديال الناس عندنا أفكار كيفاش غادي يعطيونا هذا الدعم. الدعم ما بغيناش يكون دعم عمومي يعني موديل اللي تتعطينا بحالة تتعطينا شي، حنا عندنا أفكار مين غادي يكون عندنا الدعم. كاين الإعلانات الإدارية والقانونية لحق المواقع الإلكترونية والصحف الجهوية أن تأخذها، الآن حنا محرومين منها. كاين مرسوم في هذا الشأن اللي صدر في 2016 ولكن لحد الآن لم يتم تفعيله. إذن بتفعيل هذا المرسوم يمكن الصحافة الجهوية والمقاولة الصغرى والناشئة أن تنتعش، لأن إعلان واحد ألف درهم مثلا إلى تعطى لواحد الموقع يوميا ولا جوج إعلانات راه هذيك راه 20 ولا 30 ألف درهم في الشهر، يمكن له يشغل بها، يمكن له يخلص بها لا سي ان اس، يمكن يخلص بها الراتب ديالو والراتب ديال الصحفيين الآخرين. كاين الإشهار العمومي اللي فيه إجحاف كبير، الإشهار العمومي ديال المؤسسات العمومية والقطاعات العمومية اللي حنا محرومين منها، وإلا خديناها تناخذوها بواحد واحد الثمن رمزي. وكاين المشكل الآخر ديال الوضعية الاجتماعية ديال هاد المقاولين، هما صحفيين وعندهم وضعية متردية، وكاين المنافسة ديال جافا يعني ديال هادو وسائل الإعلام الجديدة جوجل لا 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 فيسبوك اللي ولينا حنا تينافسنا الاشهار اللي خصنا ندوزوه حنا بواحد واحد الثمن محترم، ولا تيدوز عندنا في الادسنس بالرغم منا بثمن زهيد لا يقل عن 10 او 5 دراهم. وهذا الشيء هذا الدول اللي هي عندها صحافه ويعني ومحافظه على 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 على, 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 على المقاولات تتمنع هاد المؤسسات باش تنافس مع الصحافة والمقاولات الصحفية، تتمنعها لأن تتدي ليها واحد الطرف كبير ديال 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 الإشهار. إذا حنا نتمناو هاد الاتحاد يتوسع ويضم مقاولات أخرى، لأن الهدف ديالنا وهو خدمة هذه المقاولات لا غير. أمر آخر ومهم هو حنا جزء من القطاع، وحنا راه طرف بحالنا بحال جميع التنظيمات الاخرى، لا نحن منافسين ولا نحن لنا يعني تصفيه حسابات مع اي حد. نحن احسسنا بالظلم واحسسنا بالمراره، ولذلك تكتلنا لنعبر عن انفسنا وندافع عن مصالحنا. وشكرا.